taking my dick in my pants. Ayy, my bitch don't love me no more. Ayy, she kicked me out, I like bro. ايه ازيكم يا جماعه؟ اخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد حسين. فيديو جديد. قبل ما نخش الفيديو بس حابب اشكركم جدا على الدعم اللي انتوا قدمتوه لي على اخر فيديو، فشكرا جدا جدا ليكم، واتمنى الدعم يفضل كده على طول ويبقى احسن ان شاء الله على الفيديوهات الجايه والفيديو ده. قبل ما نخش بقى في فيديو النهارده، لو انت مش مشترك في القناه دلوقتي انزل اشترك في القناه. مستني ايه؟ وانزل اعمل لايك طبعا للفيديو، واهم حاجه في الثلاثه دول انك تعمل شير. وتعالوا بقى نعلق المحاليل بتاعتنا والدعامات وكل حاجه عشان المراره بس تفضل مستحمله لاخر الفيديو. نخش نشوف اول فيديو. طبعا طالما موسيقى حزينه افهم ان ده فيديو اباحي، فيديو هادف. روح فين؟ ده لسه نازل. هو لحق؟ هو لحق ينزل؟ يا ابن الكلب. هو طالما شده كده يبقى ده ابوه وخايف عليه. الخيلة دي ايه ده؟ انا مش عارف اتأثر يا جماعة بصراحة، يعني الموسيقى الحزينة والثبوت اللي بيحصل ده، والناس اصلا بصوا يعني لو بصيتوا هنا الناس كلها مستغربة. ده شط اسكندرية رايحين تصوروا فيديو في اسكندرية يا ولاد الورمة. جاموسة نطت في المية، ايه الغطس ده؟ المفروض ده يعني المفروض ده بيغرق دلوقتي، خدتوا بالكم انتوا من صباع ايدي المصور؟ نكمل في الاخر يمكن في رساله. ده بيقوم انت بتغرق يا ابني، ولا قنديل البحر ماسكك من التوتة ولا في ايه بالظبط؟ انت كده بترقص، انت كده بتشكل وبترقص. ما نشوف العبط ده. لتاني مرة صباع المصور جه برضه في الكاميرا. الحاج اللي مقضاها نط ده، انت بتنط فين؟ انت على الشط بره، بتدور عليه على الشط؟ انت مجنون. شوف الناس وراه عامله ازاي؟ اللي هو ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ سبحان الله، لقوه فين على الشط؟ يعني المايه جايه لحد هنا عند الواد وغرق، سبحان الله، ويخلق ما لا تعلمون، صدق الله العظيم. هنا ده كانوا داخلين يتدخلوا ما يعرفوش ان في تصوير. شوف كده. هو هيشاور له على الكاميرا كده والتاني بص له قال له اسكت بنصور فيديو. ايه دي؟ انتوا مفشخين رجله؟ ايه ده؟ انتوا فرهطتوه اكتر، ما كنت سبتوه يغرق احسن. ايوه انت هتنام يعني، هتنام حضرتك، عايزين ننجز ورانا وقت. شفت رمية الطاقية دي؟ ده بقى بيأكد ان هو فعلا ممثل شاطر. مات. بصوا بقى، بصتوا للكاميرا هنا، بصوا عامل ازاي؟ ايه ده؟ ايه الاوفر ده؟
ايه ده يا جدع؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ برضه نفترض يعني اللي انت سيبته ده اللي هو خلاص مات، غير عشطته ومات، ما علينا، كنت نايم على ظهره، دلوقتي سيبته ورحت نمت على رجل التاني وببص للكاميرا. طعبيط يا حاج، يعني على ابو ده محتوى يا جدع اللي بيعمل فيكم كده، بيخرجكم موزعين ليسوا اللي ما يستوش يقعد يتكلم عليكم. بس انا اسوى طبعا. طب سيبنا من الهب ده خالص بقى ونمسك نفسنا عشان ده لسه اول فيديو، ونشوف الفيديو اللي بعده لام نواه. في كمية دهون في الفيديو مش عارف اشوف فيها وش حضرتك، الملامح مش باينه. يا ريت نشرب ابلكس اللي هو بيقول لك لو راجل كل عشان ملامح تبان شويه، انت خلاص يعني شويه وخدودك هتقفل على عينيك. يا ام نوال اللي انت بتعمليه ده اهو كسفك في الاخر، يجي يبص فين يا حاجه معاه؟ ياما بص ولولا عارف ايه هو اللي جوه كان قال لك ماشي عادي. ام نوال دي هي واللي زيها، المفروض وزير التموين يشوف حل للناس دي. يعني مثلا لو خدنا من ام نوال دي مثلا يعني شهريا على الاقل كيلو لحمه او كيلو دهن حتى ونفرقها على الناس، مش هتلاقوا حد جعان. اتمنى الرساله دي توصل لاي مسؤول في الدوله، لان بجد هي فكره عظيمه. تعالوا بقى نشوف الفيديو اللي بعده بس نركز فيه كويس. ايه القرف ده؟ ايه لا ده بيحط ميك اب صح؟ تعال نكمل. يا ساتر يا رب، ايه يا ابني دي؟ عفاريت التوك توك ظهرت اهي. هو ايه؟ هو ده بتاع يبقى البت دي ازاي؟ قصدي استنوا، لا استنوا افهمكم، في فيديو اهو. يا ابن الورمه، يعني ال ايه؟ يعني البت دي الواد ده كان هو البت الاولانيه؟ هفهمكم عشان انا اتلخبطت اساسا. المهم ان ده واد وقلب نفسه بيت بس بالميك اب، وانا اساسا لما شفت الفيديو ده في الاول يعني كنت فاكره بيت والله. لا عامل التنمر ده، لازم نتنمر يا جدعان، محدش يقول لي انت بتتنمر ليه؟ ما فعل المرارة ده مش ببلاش، اعضائنا دي مش بالكوكو، يمهل ولا يهمل. لحد بقى اللي فات ده خالص، ونشوف بقى الكائن اللي بعده لان العمليه اتلخبطت خالص. اللي صحبه ده الله، برضو اي حد في حياتك لازم يبقى عار. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ انت موزع يا ابني؟ واحد بقى ماشي في الشارع بيشوف خلق يعني بيبقى عايز يمسح بيهم الجزمه بتاعته، والله بيبقى الواحد عايز يمسكهم كده ويطلع لسانهم ويقوم جاي ماسح بيهم الجزمه والله. نخش بقى البلوه الكبيره. ده لون ايه بقى المره دي؟ انت ماشي بعصايه بوي عمال تلون في شعرك؟ ايه القرف ده؟ اكيد مفيش راحه، اكيد هتحتاج كتير عشان ترتاح. استغفر الله العظيم، انا مش عارف اقول لك ايه، انا شخصيا مكسوف لك. انت بتمشي كده في الشارع ازاي؟ والناس اللي في الشارع سايبينه يمشي كده ازاي؟ استرجله بقى، ايه اللي انفعل ده؟ ما علينا بقى، تعال نشوف اخر فيديو عشان نختم بيه الفيديو ده. والله البيت دي ارجل من البيت اللي فات. ايه الحجر ده؟ في نهايه الفيديو بس حابب اقول لكم جمله واحده بس على اللي انتوا بتعملوه فيا ده. يا بلدي. طب يا جماعه كفايه هنا بقى عشان يبقى في مراره للفيديو الجاي ان شاء الله، يعني لو عشنا. تعالوا بقى نقفل الفيديو ده بالفيديو ده. ايه اللي انا بقوله ده؟ طاهر القلب تقي ذاكر لله،
المصطفى الصافي وصلى عليه الله، أخلاقه وصفاته سبحان من سواه. هو بس يا جماعه كل الناس دلوقتي الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اهم حاجه تعمل سبسكرايب، يا ريت تشترك في القناه عشان نوصل 250 الف سبسكرايب. ولو حابب تشوف الوشه تاني ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. وده اجمل كومنت جالي على الفيديو اللي فات. لو انت حابب الكومنت بتاعك يطلع معايا في الفيديو الجاي، اعمل اهم حاجه في الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم، وهو انك تشير الفيديو ده. واسف ان سعفان ما ظهرش معايا في الفيديو النهارده، بنجهز بقى عشان ننقل وكده. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.